صحيح أنا من حزب النساء وبحبكم، بس ترجع هالكلمتين لكم لا تزعلوا مني. أنتوا بتعرفوا بهالحرب ماتوا رجال كتير، ويا حرام صار في كتير أرامل، يعني كتير نسوان فقدت جوزة، ومشان هيك أنتوا لازم توقفوا مع النسوان. بتعرفوا كيف توقفوا معهم؟ إذا ما بتعرفوا أنا بقولكم، كل واحدة تقنع جوزها يتجوز فوق ثلاثة. لا تزعلوا مني، طبعاً أنا بحبكم. لازم كل واحدة تقنع جوزها وتجوزوا واحدة بتنتين وثلاثة. إيه، وكمان إذا في جيل مرضوا روحوا شكوا عليهم. يا نسوان، ما بتعرفوا مكتوب بالقرآن مثنى وثلاث ورباع؟ بقى الله يخليكم، من بكرة روحوا اخطبوا لجوزكم. انتو يا رجال اذا كنتو رجال بتروحوا تشتركوا وبتفرجوا هذا الفيديو لنسوانكم.